هنيجي بقى للعبه الاهم في المباراه واللي هي الحدث بتاعت المباراه. ارجع لي بقى، ارجع لي تاني، ارجع لي تاني من اول لعبه، نرجع تاني يا جماعه من اول الكوره. بس اوفلين 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 كابتن بعد اذنك، انا مش فارق معايا اول اللعبه وايه اللي حصل. ما انا عايز اقول حاجه في الاسلام، انا هحكي معاك في اللعبه كويسه. انا هنا كنا محمود البنا فين؟ تمام مظبوط وافق. خلينا بقى هنرجع بعد اللعبه لما تحصل نشوف محمود البنا بقى فين. امشي باللعبه هنا، اللعيب بيطلع ايده بتطلع وكوعه خارج مكبر. كابتن ايمن ركله جزاء ولا مش ركله؟ طبعا ركله جزاء. أيوة ركله جزاء صحيحه كابتن اسلام. هنرجع بقى من قريب. انا بنقول ايه بقى يا كابتن؟ ايه السبب؟ السبب ايه يا كابتن؟ هو ما شافش حاجه خالص. اذا هي ركله جزاء صحيحه. إيه سببها؟ للنادي الاهلي. ايه سببها؟ لم يتم احتسابها. معلش يا كابتن، ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي في الدقيقه 39 لم يتم احتسابها امام حضرتك. كملوا كده يا جماعه اللعبه لو سمحتوا. نمشي كمل اللعبه بس 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 تمام. ركلة جزاء صحيحة للنادي الاهلي لم يتم احتسابها في الدقيقة 39 من الشوط الاول. ايه سببها بقى يا كابتن اسلام؟ سبب لو جينا بقى فتحنا بقى اهمال من الحكم، ان هو المفروض بعد ما كنا نتلعب واللعبة راحت نعتني، المفروض ان انت تجري سريع وتفتح زاوية رؤية. هو ما شافش أي حاجة من اللعبة دي. هو ما شافش أي حاجة. يعني بص بص كده، لما خلينا بقى فاتحينه ممكن هنا لما تحس. خلينا فاتحين بس، خلينا فاتحين. بص ما ظهرش ما ظهرش ما ظهرش في مكان. اقف بص بقى هو عمل ايه. ورجع خد خط لورا لورا. هو انا المفروض اجي فين يا كابتن اسلام؟ امشي هنا جري سريعا. هو ما شافش اي حاجه من اللي حصل ده، وده يعتبر اهمال من البنا في اللعبه ديت. ده اللي مخلاش ما شافش حاجه، لكن هي ركله جزاء صحيحه. لان حتى اللاعب طلع يا كابتن اسلام ايه؟ اذا ركله جزاء صحيحه. ليه بقى؟ لان هو انا متاكد البنا لو في اللعبه دي جه وشاف هيشوف. لان اللاعب ركله جزاء. اللاعب هنا بيعمل ايه؟ اللاعب هنا طلع ايده وعامل حائط صد. زي الكره الطايره كده يا كابتن اسلام.